صحيحين. أخذوا مني البطاقة، بس كان بدي أسألكم، حدا كتب اسمه بالعربي على البطاقة؟ واحد ولا واحد؟ حلو كتير، مش مشكلة. كان يا ما كان، مش بقديم الزمان، أنا وصديقتي قاعدين بمطعم عم نطلب أكل، فاطلعت على الشخص اللي عم بيساعدنا وقلت له في عندك لايحة الأكل؟ فهو طلع فيي هيك، فكر حاله سمع غلط، قال لي سوري. قلت له لايحة الأكل لو سمحت. ما بتعرفي شو بيقولوا لها؟ بلا. لا، بيقولوا لها منيو أو منيو، مظبوطة بالفرنساوي؟ تعال تعال شوف شو بدها. قرف انه بين ما كان عم بحاول يشدني لبين ما قال لو اخر بنت بالعالم ما بتطلع فيها شو لايحة الاكل. كلمتين خلوا شاب لبناني يحكم على صبية قاعدة عنده بالتخلف، بالجهل، انه مين، انه كيف انه فيها تحكي هيك حكي. فانا هون بلشت فكر، اتضايقت، جرحت، ايه اكيد انا ببلدي ممنوع احكي لاختي، وين بتصير؟ طب ليه ممكن اوصل لهيدي المرحله؟ طب نحن هون وفي كتير مثلي ممكن انه يوصلوا لمرحله بحياتهم يمحوا كل شيء صار قبل بس ليقولوا انه هن معاصرين وانه هن متحضرين. بدي انسى كل ثقافتي، كل افكاري، كل مخزوني الفكري، كل شيء ذكريات عندي، يمكن احلى ذكريات من الحرب هي قصص الطفوله. بدي انسى كل شيء تعلمته بالعربي بس لفوت بالجو، بس لكون انه انا انه وين المنطق؟ مع هيدا وكله حاولت افهمه وما بدي احكم عليه بنفس القسوه اللي هو حكم علي فيها. اللغة العربية ما بتلبي، ما بتلبي، ما أنا لغة إنتاج علمي ولا بحث ولا لغة بتعتزوها بالجامعة ولا لغة منعتازها بالشغل ولا لغة منعتازها وقت اللي بدنا نعمل أي بحث علمي متطور، ولا أكيد اللغة اللي منعتازها بالمطار، لأن إذا حكينا عربي حيشلحونا تيبنا كلهم. طب وين بدنا نستعملها؟ فينا كلنا نقول هيدا السؤال. طب انه بدك اللغة العربية وما بدنا نستعملها؟ طيب هيدا واقع موجود، بس عنا واقع تاني أهم بدنا نفكر فيه وبدنا ننتبه له. اللغة العربية أو اللغة الأم، بتقول الأبحاث والتقارير إنه إتقان اللغات الأخرى يتطلب إتقان اللغة الأم، أما الإبداع باللغات الأخرى فهو شرط أساسي لإله إتقان اللغة الأم. كيف؟ جبران خليل جبران وقت اللي بلش يكتب، بلش يكتب بالعربي، كل أفكاره، كل خياله، كل الباطن تبعه، الما وراء، الفلسفة جابها من هيدا الطفل اللي قاعد بالضيعة، اللي ربي على ريحة معينة، على صوت معين، على فكرة معينة. فبس تبلش يكتب بالانجليزي كان عنده مخزون فكري كبير، حتى وقت اللي كان عم بيكتب بالانجليزي وقت نقرا له للانجليزي منشم نفس الريحه، منحس نفس الاحساس، فينا نتخيل هو ذاته هيدا اللي عم بيبدع بالانجليزي، هو ذاته اللي جاي من الجبل، من ضيعه بجبل لبنان. فهيدا مثل، ما في حدا يقول انه لا مش مظبوط. تاني شيء بيقولوا إذا بدك تقتل شعب، الطريقة الوحيدة لتقتلوا شعب هو إنه تقتلوا اللغة. هيدا الواقع بيعرفوا الشعوب المتطورة، الألمان، الفرنسوية، اليابانية، الصينية، كل الشعوب بتعرف هيدي الحقيقة. منشان هيك بتسن القوانين لحماية لغتها، منشان هيك بتقدس هيدي اللغة، منشان هيك بتنتج فيها وبتدفع مصاري كتير حتى تطورها. طب نحن نعرف أكتر منهم؟ طيب إذا نحن منا عالم أول وبعد ما وصلنا هيدا الفكر المتطور وبدنا نلحق بهيدا العالم المتحضر،
الدول اللي كانت مثلنا وهلا قررت يصير عندها تنميه ويصير عندها ابحاث وتلحق بهيدي الدول مثل تركيا مثل ماليزيا وغيرها، هول حملوا لغتهم هن وطالعين على هيدا السلم مثل الالماظه، حافظوا عليها خلوها حدهم. لان اذا بيصلكن اي انتاج من تركيا او من غيرها ما مكتوب عليه باللغه التركيه، هيدا منه انتاج محلي، ما حتصدقوا انتوا انه انتاج محلي، حيرجعوا يكونوا استهلكوا واستهلكوا بغبا مثل ما نحن عم نعمل ثلاث ارباع الوقت. فليبدعوا لينجوا كان لازم يحافظوا على لغتهم. اذا قلت حريه سياده استقلال شو بتذكركم؟ ما تذكركم بشيء؟ بغض النظر مع مين وكيف وليش، بس انه اللغه مش حكي انه اي كلمات عم بيطلعوا من التم، ابدا. اللغه هي بتمثل مراحل معينه بحياتنا، عاطفتنا بترتبط فيها وبترتبط بهيدي المصطلحات. منشان هيك وقت نقول حريه سياده استقلال، كل شخص منكم في صوره بتفوت براسه، في كلمات معينه، في احساس معين ليوم معين لفتره تاريخيه معينه. فاللغه مش كلمه وحرف واثنين وثلاثه مصفوفين، هي فكره جوا ترتبط بكيف نحن منفكر، كيف منشوف الثاني، كيف الشخص الثاني بيشوفنا، شو مخزوننا الفكري، ليه منقول هيدا بيفهم وهيدا ما بيفهم. فإذا جيت قلت لكم freedom، sovereignty، سارة مظبوطة، independence، إذا إجا ابنكم قال لكم يي داد كنتوا بهيدا الشيء اللي فيه freedom والشعار اللي ما بعرف، شو بتحسوا؟ إذا بتحسوا، إذا بنحس كثير مني خلص بطل عندنا مشكلة، خليني أمشي من هون أحلى، كون عم بحكي على الفاضي. الفكرة هي انه هول التعابير بذكرونا بشيء معين. عندي صديقتي فرانكوفوني ومجوزه واحد فرنساوي، كنت عم بسالها انه كيف وشو ما بعرف شو، قالت لي كله منيح بس في ليله قضيتها كل الليل عم بساله، عم بحاول ترجم له انه شو يعني تقبرني. رحت قلت له راحت لمعطره قالت له تقبرني بالغلط. فكل الليل عم انه هو برايه انه حدا متوحش لهالدرجه او بدها تنتحر يعني انه برمي مثلا. فهون هيدا شيء كثير صغير، ليك قد ايه بخلينا نحن نحس انه انا ما قادره اقول له لجوزي هيدي الكلمه، لما حد فوت براسه ومعه حق هو هيك بفكر. وقالت لي انه هو بيسمع معي فيروز، بس في ليله قعدت حاول اقول له انه ترجم له حتى بلكي بحس مثل ما انا بحس لما نسمع فيروز. فالمعطره بدها ترجم له منن مديتن ايدي وسرقتك ولانك الن هون الكارثه رجعتن ايدي وتركتك. ترجموا لنا اياها. شو عملنا لنحمي اللغة العربية؟ حولنا هيدا الموضوع لقضية مجتمع مدني وأطلقنا حملة الحفاظ على اللغة العربية، مع أنه كتير ناس قالوا لي شو بدك بهالشغلة؟ روحي تسلي وانبسطي وشو بدك بهالوجعة الراس؟ مش مشكل. حملة الحفاظ على اللغة العربية أطلقت شعار بيقول بحكيك من الشرق بترد من الغرب. ما قلنا لا ولن نقبل ونحن هذه اللغة ونحن نعمل ما تبعنا هيدا الأسلوب، لأن نحن ما رح نفهم هيك. وقت اللي يقول لي حدا هيك بصير بكرهها للغة العربية. نحن عم نقول نحن ما نشوف شو عم نعيش بالواقع ونقتنع بطريقة بتحاكي أحلامنا ويومياتنا وطموحاتنا، طريقة بتلبس نفس الثياب تبعولنا وبتفكر بنفس الطريقة اللي نحن منفكر فيها. فبحكيك من الشرق بترد من الغرب، حطت اصبعها على الجرح، شيء كثير سهل بس مبدع وبيقنع. من بعدها كمان عملنا حمله
فيها مشاهد الأحرف المحطوطة على الطرقات، شفتوا شيء برا منهم، مشهد حرف وفي حواليه شريط أصفر وأسود مكتوب عليه ما تقتل لغتك. ليه؟ عن جد ما تقتلوا لغتكم، عن جد ما لازم نحن كلنا نقتل لغتنا، لأنه اللغة إذا قتلناها بنرجع نفتش عن هوية، بنرجع نفتش عن وجود، بنرجع نبلش من الصفر. مش بس ما رح نقدر نكون انه متحضرين ومعاصرين، رجعنا عملنا صور الشباب والصبايا اللي عابطين الحرف العربي، صور شباب وصبايا كول، نحن كتير كول. واللي بيقول انه حكيتي كلمه انجليزي ايه لقطناكي، لا انا بتبنى كلمه كول، خليهم يجوا يعملوا اللي بدهم اياه، يعطوني كلمة أحلى منها ومظابطة على وقعنا أكثر منها. رح ضل أقول إنترنت، ما رح أقول رايحة على الشبكة العنكبوتية، إنه ما بتزبط، نضحك على حالنا. بس لنقدر نوصل لهون نحن كلنا بدنا نكون مقتنعين، ما بدنا نخلي الأكبر واللي مفكر حاله إنه هو عنده السلطة على اللغة إنه هو يقدر يفوتنا ويخلينا نحس ونفكر اللي هو بده اياه. فالفكره يا شباب هو الابداع. اذا ما قادرين نطلع على الفضاء ونعمل صاروخ وما بعرف شو فينا نبدع، هلا كل شخص منكم هون هو مشروع ابداع. الابداع باللغه الام هو الطريق. خلينا نبلش من هلا، من هاي اللحظه نكتب روايه، نعمل فيلم قصير، روايه وحده ممكن ترجعنا للعالميه، ممكن تخلي اللغة العربية ترجع أول مركز. فمش ما في حل، عن جد في حل، بس خلينا ننتبه ونقتنع إنه لازم يكون في حل ولازم نكون جزء من هيدا الحل. بالآخر اليوم شو فيكم تعملوا؟ هلأ تويتس، مين عم يعمل تويتس؟ بترجاكم، عن جد بترجاكم، مع إنه خلص الوقت، يا بالعربي يا بالانجليزي يا بالفرنساوي يا بالصيني، بس ما تكتبوا معقول ام اي 3 2 او يو ال، لانه كارثه، لان هاي لا لغه يعني هون فتوا بعالم افتراضي ولغه افتراضيه وما حدا حيشيلنا من هيدا المطرح ابدا. فهيدا اول شيء فينا نعمله. ثاني شيء في كثير اشياء فينا نعملها. اليوم ما جاي حدا يقنع حدا، جايين ننتبه انه لازم نحافظ على هذا الموضوع. وهلا رح خبركم سر. الطفل لما يخلق اول طريقه بيتعرف فيها على بيه هي باللغه. فانا بس تخلق بنتي رح اقول لها هيدا البابا حياتي. ما رح اقول لها This is your dad honey. وبالسوبر ماركت بوعدها لنور اذا بتقلي شكرا ما رح الا دي ميرسي ماما، وان شاء الله ما يكون حدا سمعها. خلونا نطلع من عقده الاجنبي.